لأنها معناتها العب العب. هلا عليك. وهي البنت الرابعة احملها لألك احملها. سجل لها اسمية. لك حبيبي ان طلعتوا ولا نزلتوا بدكم فت خبز لتصيروا بمستوانا. حاجة تبيض علينا حاجة. شو نسيت انك اكلت برتية معتبرة من يومين؟ لا ما نسيت، بس وقتها كنت مغير شريكي باللعب قام تخربط دوزاني. اي سيدي شفناك فوق وشفناك تحت انت وشريكك. ولك حبيبي خلصونا هلا، لا تلتهوا بالحكي وتضيعوا من الحماس. شو بدك تلعب خليل؟ الطوش تنعطى لطش ان شاء الله. اكلنا 10 طوش وما حدا سمع علينا. صحتين وهنا على قلبكم، وتستاهلوا اكتر من هيك. تحاش عليهم شريك، تحاش لا ترحم حدا. لك ولا يهمك، معك شريك بياكل الاخضر واليابس. وهي جويست الكبة. شو هالحكي؟ دفشك على الارض ووقعي؟ لا هيك ما له حق. انه معقولة تصل معه لهالمواصيل؟ يي إذا هيك يا محلى جوزي قدام جوزي. خلص خلص يلي راح راح حبيبتي خلص. هلأ أهم شي شو بدنا نعمل هلأ؟ لك كيف بدنا نكرههم بلعبة هالشدة ونخليهم يرجعوا يسهروا ببيوتهم مثل باقي خلق العالم؟ ايه طبعا إلا ما نلاقي طريقة. أوكي حبيبتي خلص، بكرة أنا وياكي بنجتمع على مهلنا وبنحكي اللي بدنا إياه، نتفق. ايه أوكي أوكي حبيبتي، روقي روقي ماشي. تصبحي على خير. الله معك. اخي بصراحة انتو اتنين لعبكم ضعيف. انا بقترح عليكم يا اما تعملوا دورات تقوية يا اما تضلوا تلعبوا مع ناس اقوية مثلنا مثلنا يعني مشان تستفيدوا منيح. حاجتك ابو احمد حاجتك بلا بهورة، نحن طول عمرنا بنغلبك، هلا طلع حساب هلا طلع حسو. بعدين لسه ما ربحت لحتى تبلش تبيض علينا، لسه البرتية ماشية. يا سيدي قربت شغلتكم ما لها مطولة، يعني هلا اذا اكلتوا ختيار الكبة بتطلعوا خالصين. اذا على كل حال انا الي كتاب بالسوق اسمه المختار في طرق تحميل الختيار، بقى يا ريت تطلعوا عليه بيكون احسن. لك حاجه لعي مصدي هلا، شو الحكي لي بلا طعمه؟ العاب انت تاني خيو ست خلصنا. العاب عمران شباب. طيب طيب ويخ اختيار الكبة. قمت للعب باسرع والشاطر ياخد باسرع، قمت للعب باسرع والشاطر ياخد باسرع. خلص هو انت تاني العمى ضربك، منعت تلعب الا البستوني. شو بدي اسوي لك يعني؟ انت الحق عليك، انت اشرت لي على البستوني، ليك زتيت بستوني قبل لطشي. لا حبيبي ما حسرت، انا زتيت لك الديناري. ولك عم اقول لك بستوني. لك شو جاي تجذب علي انت؟ انا اللي عم بجذبها ولا انت؟ لك العمى بقلبك مالك تنصص ورا قدامك؟ ولك اساسا انت هيك بتعمل دائما، كل ما بتخسر بتحط الحق على غيرك. ولك انا صرت حفظانك عن ظهر قلب. اخي حاجة تتعاتبوا وحاجة تتناقشوا، انتوا اثنين لعبكم اضرب من بعض. قلت لكم بدكم دورات تقوية، ما كنتوا تصدقوني. بس وين خليل؟ انت مالك ذنب بنوب، الحق علي انا يلي شاركت واحد من نمرتك. واحد من نمرتي؟ ليش بنا نمرتي؟ ما بها شيء، بس حضرتك ما عدت تعرف تميز بين الديناري والبستوني، كأنه معك عمى ألوان. آمنت بالله على هالقصة؟ لك انت اللي زدت البستوني، انا شفتها بعيني بستوني. لا سيدي انا زدت ديناري. شو؟ عم قلك انت زدت بستوني، ما في داعي تتلوحان. انا لوح يا خليل؟ لا حبيبي انت بتطلع 60 لوح، فهمان ولا مانك فهمان؟ عم اقول لك احترم حالك ولا تكبر حكي احسن ما تندم. ها انت اللي لازم تحترم حالك وتسد بوسك وتخرس. العمى مو ناقصني الا تنبحت عليه فوق منا. لا لا
هيك صار لازم وقفك عند حدك تضرب بهالشكل شو تيس. انا تيس يا جم. صباح النور. شو امتى اجيت من السهره امبارح؟ شو هاد اللي تحت عينك؟ ما في شي وقعت. وين وقعت؟ عالدرج. انو درج؟ انو درج يعني الدرج اللي نايم. يا حبيبي انا بعرف انه اللي بيوقع عالدرج تنفكش رجله، تنلوي رقبته، تنكسر ايده يعني، بس مو بيزرق تحت عينه. انا وقعت على عيني. والله هي سمعة. بتعرف أنا أول مرة بحياتي بسمع إنه الإنسان بيوقع على عينه. شو قصدك يعني؟ أنا كذاب؟ والله ما بعرف، اسأل حالك. جايني بوش الصبح، وشك ملخبط، وتحت عينك أزرق، وبتقلي وقعت على الدرج. إيش وشايفني بنت صغيرة عم تضحك علي يعني؟ حبيبتي ما وقعت على الدرج، ارتحتي هيك؟ لكن وين وقعت؟ ما وقعت من عين أصله. هالزرائي اللي تحت عيني ضربت بوكس. إيه هيك ها. حكي من الأول. انت ومين اتضربت؟ انا وخليل. انت وخليل؟ مو على حساب انت ويا رفقة عمر؟ بقى شو سبب هالخناقة القاتولية؟ اكيد مشان الشدة، ما في كلام. لك هي مو خناقة. لك لا، كنا عم نمزح بس اتطورت معنا الامور شوي. عم تمزحوا؟ ايه شو هالمزح الحماري هاد؟ شو بيعرفني؟ هيك صار. وانت بتعرفي انه بلعب الشدة بصير شوية مجاكرة. بقى بالأول صرنا نجاكر بعضنا، بعدين انقلبت المجاكرة لشوية دفش ونعر، وشوي شوي ما لقينا حالنا غير نازلين سفق رائع ببعضنا. الله وكيلك دمينا بعضنا البعض، بس كله على المزحة، لأن الرفقة بيحبوا يمزحوا مع بعضهم حتى هيك يخلقوا جو. خي هلا انشفى قلبي والحمد لله. اجا مين ياخذ لي تاري منك؟ تارك مني؟ ايش قاتلك ابوكي انا؟ بالله هذا اللي ناقصك. بس ما قلت لي مين اللي عامل لك قتل بالسهره؟ عامل لي قتل الي؟ لك انا ما خلق اللي بيعمل لي قتلي، فهمانه؟ ايه قسما بالله لو ما خلصوه من بين ايدي كنت شركته تشريك. لمين؟ لعمران شريك النحس. يعني تخانقت انت وعمران وتضاربتوا ودمتوا بعضكم؟ هذا اللي صار. واكيد هذا الشيء كله بسبب الشده. الشده كانت السبب المباشر، ما بقول لك لا، بس في اسباب بعيده للموضوع. وشو هالاسباب البعيده بقى؟ نورني. الاسباب انه عمران جقر وتنح وراسه يابس وما عنده جنس اللباقه، وانا اصلا من زمان قلبي مليان منه، وتحديدا لما طر نبلي شب السباتي. بس الحمد لله اجت على ايديها ورجليها. خي يا فرحة قلبي. شمتانة انت ما هيك؟ بدك الحقيقة؟ ايه والله شمتانة. يعني فرضت المسبحة اخيرا؟ يا ستي فرطت. بتعرفي رغدة، صدقيني انا مو عاطي فرحتي لحدا. يعني صحيح تضايقت لانه جوزي وجوزك تخانقوا، بس بنفس الوقت انبسطت لانه الشلة فرطت وخلصنا من سهرات الشدة ومشاكلها. ايه بس قلتك لامتى رح يضلوا زعلانين من بعض هيك؟ ما بتوقع هالشغلة تطول، لانه خناقات الشدة مثل خناقات اولاد صغار، يعني بعد 4-5 ايام بينسوا كل شيء وبيرجعوا مثل الاول. إيه بس لا تنسي يا نادية أنه هالمرة وصلت للضرب بيناتهم. معناتها شغلة شهر زمان مو أكتر. بس يا رغدة مو هون المهم، المهم لما يتصالحوا ما يرجعوا للعب الشدة. معك حق، هذا المهم. بس تعرفي يا خوفي هلأ يرجع كل واحد منهم يلاقي شلة تانية وترجع حليمة لعادتها القديمة. بيني وبينك كل شي وارد، لأنه رجالنا فاتوا بمرحلة الإدمان للشدة، بس نحنا ما لازم نضل ساكتين والمفروض نعمل شي. مثل شو يعني؟ يا ستي أنا بكرة عازم أم أحمد وأم غيس لعندي على البيت مشان نفكر بطريقة مناسبة. بقى تعي أنتي وشاركينا الاجتماع، لازم نوحد جهودنا لحتى نوصل للنتيجة. إيه والله فكرة معقولة. إمتى الاجتماع؟ الساعة 6 المساء.
اعوذ بالله. شو عم تحكي انت؟ شو عم تحكي؟ انا مستحيل صالح هالزلمه ولو طوبوا لي المرجه. بس الشغله مو مستاهله يا عمران. شلون مو مستاهله؟ خليل وجه لي كذا اهانه وكذا مسبه والطاول ورفع ايده علي وبتقول مو مستاهله؟ يعني امتى بتصير الشغله مستاهله؟ لما بيعوصني ولا لما بدقني شي خنجر؟ يا سيدي انت كمان ما قصرت معه، يعني فيك البركه. بصراحه يا عمران انتوا اثنين غلطانين، ونحن ما فينا نحمل المسؤوليه لواحد منكم بمعزل عن الثاني. بقى خلينا نقلب صفحه جديده ويا دار ما تخليك شر. صعب يا جماعه صعب. انا قلبي قفز من هالزلمه ويمكن ما يصفى قلبي من ناحيته طول عمري. لا يا عمران مو لهالدرجه انت الثاني، لا تحملها كثير. لا يا سيدي بدي احملها، واذا بتريدوا لا بقى تفتحوا لي القصه مره ثانيه منوب، حتى ما اخسركم تخسروني. هاي شغله شخصيه بيني وبين خليل ولا حدا يتداخل، اذا بتريدوا لا حدا يتداخل منوب. اعوذ بالله، شو عم تحكوا انتوا؟ كل شيء لا شغله. المعنى انا قطعت عهد على نفسي طول حياتي ايدي ما تسلم على ايده، وعيني ما تلعب بعينه، ولساني ما يحكي مع لسانه. يعني ما في نتيجه؟ ما في نتيجه نهائيا، ومن شان الله شيلوني من هالسيره. لوين رايح؟ ها؟ لوين رايح؟ عالتمساية. تمساية مين؟ لك شو بك نسيتي؟ مو الصبح قلت لك انه قرايبه لابو غيث توفى اول امبارح؟ ايه قلت لي، ايه نسيت بس. شو قاوي؟ شو؟ ما بتبطلي العادة؟ يلا خاطري. الله معك الله يسلمك. انا نسيت انا. كيفك خليل؟ ماشي الحال يا عمران؟ قديش صار لنا ما شفنا بعض؟ يعني شي 20 سنة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ليش هيك عملنا بحالنا؟ والله ما بعرف سيدي. الله يلعن الشيطان وغضبه. اللي أنت شو أخبارك؟ أطلعت على التقاعد من 4 سنين، واعد بالبيت أنا وهالمرة. جوزت ولادها؟ كلهم جوزوا. وأنت؟ أنا جوزت بنتي على كندا، وابني عم يشتغل بالخليج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم في سلام قولا من رب رحيم، وامتاز اليوم أيها المجرمون، ألم أعهد إليكم يا
لكم عدو مبين. صدق الله العظيم. الفاتحة. أهلين حبيبي. أهلا وسهلا. معقول يا زلمة؟ معقول نقاطع بعضنا 20 سنة مشان سبب تافه يا خليل؟ شايف شو عقلنا خفيف شايف؟ قسما بالله يا خليل، نحن أجرمنا بحق أنفسنا، وأنا بصراحة ما رح سامح نفسي أبدا. ولا أنا. يا لطيف قديش ندمان على هالسنين يلي فاتت وما شفنا بعضنا. يا سيدي ملحوقة ملحوقة خليل، ولازم نعوض هالأيام اللي راحت. بالفعل المفروض من هلأ ورايح نشوف بعضنا كل يوم. شو رأيك نرجع نلم الشلة من أول وجديد ونفتح دوري جديد للشدة؟ حكيم ما بيقلنا تسلاية تانية غيرها. شو المانع منلعب شدة كل يوم؟ شو في ورانا يعني؟ بس مو زدتلك ديناري تقوم تقلي زديتلي بستوني؟ أنا ولا أنت؟ إيدي على راسك وبعرفك سادي، يوم تزديتلي ديناري ولا بستوني؟ ديناري طبعاً. لا اسمح لي إلك إنك غلطان، أنت ليلتها زديت بستوني مو ديناري. لا يا حبيبي ديناري زديت، أنت يلي غلطان. يا الله معقولة؟ بتضل متمسك برأيك من 20 سنة؟ وانت معقول تضل ميبس راس 20 سنة؟ انا راسي يابس؟ نعم يابس راسك انت، وايبس من الصخر كمان. لا زودت عمران، بالفعل انك حقود وقلبك اسود. انا حقود ولا انت يلي عنيد ومتزمت وبفرد شقفة؟ لا انا ما بسمح لك تحكي معي هيك، فهمت؟ ان شاء الله عمرك ما تسمع. ضربة تخلع رقبتك خلع ورصاص يلي رصك يا تيس. اخرص اخرص ولا حرف يا دب. ولك انا دب؟ واحد مثلك بيخرص. بدي ورجيك قيمتك وقل عن ابو يلي نفضك. يظهر انك ما تربيت من القتلة اللي طعبيتك اياها من 20 سنة، وجلدك لساته عم يحكك على قتلة تانية يا كلب. انا جلدي عم بيحكني؟ قسما بالله لا دعوسك برجلي دعوسي. انت ما دعوس يا كلب، انت ما دعوس. لك 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 لك. الله وكيلك مديرة المدرسة اللي عنا رح تعقدنا. ليش بقى؟ يا أخي عقليتها قديمة كتير، تقول من عام 1900 وخشبة، تقول عايشة خارج هالعصر مو هيك. ليش قديش عمرها هي؟ يعني هي مو كبيرة كتير، يعني بدك تقول بالستينات، بس وضعها الصحي كتير تعبان. الله وكيلك مع وجع بالمفاصل وشقيقة، وبتحط نظارات هالسمك سمكن تبعات كعب الفنجان يعني، وإيديها بضلوا بيرشفوا. الله وكيلك إذا بدها توقع على البريد بتضل 3 ساعات هي عم تمحص وتدقق وتفحص وتتذكر. لك نحن بالصف إذا بدنا نغير السبورة منضل أسبوع عم نحكي بالقصة لبين ما حضرتها تقتنع وتاخد قرار. شو هالحكي؟ بالفعل هي مصيبة. طيب ليش ما حالوها على التقاعد لحد هلأ؟ لك حاولوا بس ما قدروا، لأنه حضرتها بمجرد ما تدرى أنه رح يستغنوا عنها بتركض ركيد، بتعمل وصايد وبتمدد لحالها. مثل مديرنا بفرد شكل. هداك صار عمره 60 سنة ولساته متعمشق بهالكرسي عمشقة، وكأنه رح ياخده معه على القبر.
لا والمصيبة انه معه سكري وضغط وتصلب شرايين وربو، يعني كل يوم بيبلع اكثر من 20 حبة، هذا طبعا غير لزقات الظهر وبخاخات الحلق. لا والانكى من هيك سمعه تقيل كثير، يعني بدك تصرخ بوشه وتبعقي حتى يفهم عليك شو عم تحكي. ولك عيونه ما عاد شافيهن منيح. بفوت لعنده امين المستودع بفكره رئيس الديوان، بفوت رئيس الديوان بفكره رئيس القلم، ومن 10 سنين عم تطلع عليه اشاعات انه بده يطير وما كان يطير، لساته مهدي على هالكرسي. العمى شو هالمصيبه هي؟ لا بالفعل حاجته. ايه من زمان حاجته مو من هلا. ليش انا قديش صار لي موظف؟ يعني انت يمكن صار لك شي 20 سنه ما؟ لا ستي، هو انت صادقه، انا صار لي موظف 23 سنه، وبهال 23 سنه ما شفت مدير عام غيره. شو يعني؟ يعني كل الأد خبرته ممتازة لحتى متمسكين فيه كل الأد؟ لا خبرة ولا بطيخ بسمير، قال خبرته قال. الله وكيلك بعهده الميمون رجعت المؤسسة لورا 50 سنة، والخسارات عم تتراكم سنة بعد سنة، ورغم هيك كل سنة بيمددوا له لعدم وجود البديل. العمى شو خلية البلد؟ نشفت الأرحام؟ خرطوا الخراط وقلب مات؟ ما كنت أفهم. اسمع عم نحكي بنفس الموضوع، اسمع على هالخبر اللي قريته بالجريدة. استقالة وزير. إن شاء الله يكون وزيرنا. حبيبي خبر مو علينا، الخبر عن النرويج. ليكو التانية، هلأ إذا استقال وزير بالنرويج أو يا ستي حتى رئيس الوزارة، نحن شو بهمنا بالموضوع؟ لك أنت استنى شوي، لأنه النهفة مو بخبر الاستقالة. لكن وين النهفة؟ النهفة بالسبب، اسمع شو مكتوب. استقالة وزير التربية في النرويج لأن أحد الطلاب قام بخنق بطة حتى الموت أثناء رحلة مدرسية. العمى معقول وزير تربية يستقيل مشان بطة؟ بطة؟ فظاعة شو قليلين عقل بالنرويج، يعني معقولة بطة بتطير وزير؟ بالعكس ناصح، بالعكس تماما، هدول الناس عندهم إحساس عالي بالمسؤولية، ممكن يستقيلوا مشان سبب مثل هذا. بتعرف وزير مثل هذا بيعتبر إنه سياسته التعليمية والتربوية فاشلة، وبيعتبر حاله هو المسؤول الأساسي عن موت البطة. قلت كم بطة بهالبلاد العربية لازم تموت لحتى شي مسؤول يفكر يستقيل بسبب عدم كفاءته؟ كم بطة؟ يا حبيبي عليك، هاي الشغلات ولا بالمنام بتشوفها، لك بني آدمين عن جد عم يموتوا وما حدا عم يتحسواس. بالفعل، ما بتتذكر السنة الماضية كيف صار حريق بالمعمل عنا ومات على أثره 3 عمال؟ اليوم صار كل واحد يتنصر من المسؤولية شكل ويرمي الحق على غيره، وبالنتيجة لا حدا استقال ولا حدا حس بالذنب ولا بتأنيب الضمير. جناب مثل طناب، اي روحوا يتعلموا معنى مسؤولية بالأول من هذا الوزير أبو بطر. لا وبتذكر كمان عطفا على كلامك انه بمطالع الستينات استقال رئيس وزراء بريطانيا لأنه انفقت حليب الأطفال بالأسواق 15 يوم، وباليابان كانوا ينتحروا إذا فشلوا بمهامهم. لا تروحي بعيد، سيدنا عمر بن الخطاب الله يرضى عنه قال بما معناه: والله لو زلت قدم شاتم على نهر الفرات فغرقت لخشيت أن أسأل عنها يوم القيامة. يا ستي تفرج، ماشي الحال، أنا فايت نام. شو ما بدك تحضر المسلسل؟ لا ستي احضري أنت، صدت نفسي على سيرة البطة. صباح على خير. صباح خير يا مختار. صباح النور. اهلين استاذ ناصح. شو الصحة؟ الحمد لله. الله يخليك. ما بعرف شايفك رايح، بدي اعمل لك زيارة صغيرة. تفضل تفضل. خليك يا اهلا وسهلا. شو اخبارك استاذ ناصح؟ والله يا سيدي ملبوشين بهالشغل، شو بدنا نساوي؟ الله يعطيك العافية، مرني. دخيل عينك، بدي شهادة حسن سلوك لأخي الدكتور غزوان، مشان معاملة السفر. ايه طلع، هي شغلة سهلة كثير، هي ما بدها غير توقيع المختار وتصديق من المحافظ. توقيع المختار؟ عفوا ليش حضرتك مو المختار؟ كنت مختار بس هلا صرت مواطن عادي مثلي مثلكم. اوه ومن امتى هالحكي؟ من امبارح. طيب شو السبب؟ ليش سرحوك من المخترة؟ ما حدا سرحني، انا قدمت استقالتي للمحافظة لانه بصراحة ما عاد عندي رغبة انه استمر فوق هالكرسي ولا لحظة. شو السبب يا مختار؟ إذا بتريد أستاذ ناصح لا تناديلي مختار، ناديلي أبو أسعد بيكون أحسن. طيب حدا من أهل الحارة زعجك أبو أسعد؟ إيه والله يا أستاذ ناصح زعجوني كتير، وما بخبي عليك
اني اصبت بخيبه امل كبيره كثير. خيبه امل من شو؟ من اهل الحاره. صار لي 20 سنه عم بخدمهم لهالحاره ورعى مصالحهم. ما في جوازه صارت الا وكان لي يد فيها. ما في جنازه الا وكنت اول المشيعين وعم باخذ بالاجر. ما في مصلحه الا وتمت على يدي. ما في مشكله مرت بهالحاره الا وكنت اركض فيها من محل لمحل ومن مكتب مسؤول لمكتب مسؤول لحتى حاول حلها. هذا طبعا غير شهادات حسن السلوك وسندات الاقامه وبيانات الولاده اللي عم طج ختمي فيها ليل نهار. بقى معقوله بعد كل هالتضحيه والتفاني في سبيل الحاره هي يكافوني بهالطريقه هي؟ طيب فهمني ابو اسعد، شو القصه؟ شو صار؟ يا سيدي القصه وما فيها، اني لما طلعت من بيتي امبارح الصبح شفت لك شوفي بتشيب بتطير العقل من المخ بتخلي الواحد يهستر. يعني كانه ما عاد في ناموس ولا ضمير عند اهل الحاره. خير ابو اسعد؟ شو شفت؟ الله وكيلك يا استاذ ناصح، ما بزل عليك، شفت كيس زباله مكبوب جنب الحاوي. بمجرد ما شفت الشوفي فار دمي وصار يغلي ويبقبق بعروقي بقبقه. قلت لحالي يا ابو اسعد انت مختار فاشل ومو خارجك لهالمنصب ابدا، وركضت دغري على المكتب ودقيت استقالتي وبعدتها على المحافظه. هلا معقوله تستقيل مشان كيس زباله مرمي برات الحاويه يا مختار؟ ليك والتاني على الحكي، ليش قالي لي هالقصه؟ يعني اذا منشان هيك سبب ما تحسست على دمي واستقلت، منشان شو بدي استقيل؟ بس يا ابو اسعد بترجاك استاذ ناصح لا تحاول، ما في شيء ممكن يسنيني عن قراري هاد. اهل الحاره شكلوا وفد واجوا لعندي وحاولوا معي كثير بس ما في فائده، لاني اخذت قراري وانتهيت. كيس زبالي هاد يا استاذ ناصح رح يضل وصمه عار بمهنتي كمختار. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو هالحكي اللي عم بسمعه؟ يعني قرار نهائي؟ نعم قرار نهائي. مرحبا يا شباب. أهلين. أهلين وسهلين. المدير العام طالبنا لاجتماع طارئ. نحن بس؟ لا مو بس نحن، وكل الموظفين. خير، عرفت شو القصة؟ والله علمي علمك. وإمتى الاجتماع؟ هلا. يلا تفضلوا. طيب ماشي الحال، تفضل. تفضل. أستاذ وين موظف الصندوق اللي هون؟ والله يضطر يترك القوة ربع ساعة، إذا بتحب تفضل انتظره جوا ومنه بنكسبك فنجان قهوة. معلش يسلموا هالإيدين، بنتظره هون. يعني معقول تضل واقف هون ربع ساعة مشان تدفع الفاتورة أستاذ؟ إيه وليش مو معقولة؟ الله يسامحك يا أستاذ، يا قسما عزما ما يضرب موظف الصندوق إنك انتظرته ربع ساعة وعلى الواقف ليقدم استقالته هو الثاني. هو الثاني؟ عفوا ليش مين الأولاني؟ المدير العام. المدير العام قدم استقالته والكل طلع يودعه مشان هيك مسكر الصندوق. شو هالحكي؟ وليش قدم المدير العام استقالته؟ لأنه الكهرباء انقطعت امبارح عن حي التقدم 5 دقائق، ولهالسبب مديرنا ما قدر يتحمل هيك تقصير أبدا، واعتبر نفسه المسؤول الأول والأخير عن قطع الكهرباء وقدم استقالته فورا. مو بس هو، مدير الشبكات ومدير الصيانة ومدير التشغيل كلهم استقالوا معه. شو قصة الاستقالات اليوم؟ شو صار بالدنيا؟ ناصح؟ خير؟ شو في؟ ما في شي حبيبي، بس قوم حتأخر على دوامك. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير. صباح النور. شو الأصوات هاي؟ شو الأصوات؟ مثل العادة بتكون شي سيارة وقعت بالجورة اللي بنص الطريق. وما استقال مدير عام الحفريات على أثر هالشغلة؟ يو وليش لحتى يستقيل؟ يعني ما حدا استقال اليوم من المسؤولين؟ لا حبيبي، من امبارح لليوم ما حدا استقال غير هذا الوزير النرويجي أبو البطة. غريبة، ليش ما عم يستقيله؟ هلأ قلي بدك تساوي ورقة حسن السلوك لأخوك ولا ما بدك تساويها؟ إهلكني بالتليفونات يا ستي. رح اساويها وهلا انا نازل على الشغل بمرق على المختار.
بس انت جهزي لي الفطور اللي ارضى عليكي. قوم حبيبي قوم، الفطور جاهز. يلا يلا. تفضل. صباح الخير ابو اسعد. صباح النور. من انت بتناديني يا ابو اسعد؟ شو نسيت اني مختار الحاره؟ عدم مؤاخذه مختار. ايه تفضل تفضل ارتاح. لا معلش مستعجل، بس الله يخليك بدي بمعيتك ورقة حسن سلوك لأخي الدكتور غزوان. ايه تكرم عينك، انت والدكتور غزوان معك هوية اخوه؟ ايه معه. تفضل. مختار؟ نعم. ممكن اسألك سؤال؟ تفضل. انت كم سنة صار لك مختار؟ يعني بدك تقول شي 20 سنة، ليش عم تسأل؟ طيب وبهالعشرين سنة ما فكرت ولا مرة تستقيل؟ استقيل؟ شو جنيت انت؟ ولك حبيبي انا حطيت ما فوقي ما تحتي لحتى صرت مختار، وبدك يعني بالاخير استقيل؟ مدت 100 موت لحتى قعدت على الكرسي، قال استقيل قال. والله الحق معه، ليش لحتى يستقيل؟